تحية للجميع. في البداية كنتقدم الشكر لهيئة الإنصاف والمصالحة على تنظيمها هذه الجلسة من جلسات الاستماع في مدينة مراكش، علما أن هذه المدينة عرفت العديد من الانتهاكات سواء قبل أو بعد الاستقلال. مني تطرح لي أنه تقدم هذه الشهادة في الحقيقة ترددت بزاف، والتردد السبب دياله هو التضارب اللي تتعرفوا الآراء حول هذه الجلسات. صحيح أن الاتجاه العام ديال الحقوقيين عبر العالم هو كيتجه نحو عدم الإفلات من العقاب، كيتجه نحو محاكمة المسؤولين عن انتهاكات الجسيمة. هذه المسألة خلاتني فعلا نفكر بزاف واش نجي لهذه الجلسات أو لا، لكن أعتقد أنه نظرا لطبيعة الانتقال اللي كيجتازه المغرب كتبقى مقاربة الهيئة، واللي ضمنها هذه الجلسات هي مقاربة على العموم إيجابية يجب الدفع بها، إلى أن في نظري تم موازاتها بإبعاد المسؤولين عن انتهاكاتهم. هنا الآن تنعرفوهم ولو ما ذكرش أسمائهم، هي كاينة في الملفات. خاص إبعاد المسؤولين على هذه الانتهاكات من جميع المسؤوليات ومن مصادر القرار سواء السياسي أو الأمني. كذلك اللي كنطمحوا ليه هو اعتذار الدولة على ماذا؟ على الخروقات القانونية فحسب في نظري، لأن كل واحد كيتحمل مسؤولية معينة، ضروري اعتذار الدولة. الآن بالنسبة للشهادة ديالي، الإطار اللي تم فيه الاعتقال ديالي تعتقلت يوم 8 يونيو 77، كنت مع الخطيب ديالي عبد الحق عندليب زوجي حاليا وصديقنا عبد الحق بن نيس الله يرحمه. تعتقلنا في نواحي مراكش، كنا آنذاك طلبة في كلية العلوم بالرباط. تعتقلت كذلك مجموعة أخرى معانا ديال ماشي في نفس المكان طبعا ولكن في نفس الفترة من طلبة الكلية، وتنذكر منهم عبد العالي القباب، عبد السلام ومالك، بن الصحراوي بوسلهام وغيرهم. في البداية كيف قلت تم الاعتقال في نواحي مراكش، جابونا الكوميسارية ديال جمال الفنا اللي ذكروا الإخوان سابقا، لاكاف، وشتانا ما يقع الفرق ما بين ما يقع فوق ساحة جمال الفنا وتحت جمال الفنا. الزنزانة ما فيها والو، الدس، النوم على الأرض، الأكل خبزة يابسة ما عارف منين كيجيبوها، يابسة في 24 ساعة بدون مبالغة. الروائح الكريهة التي لا تطاق اللي تنبعث من المرحاض اللي طبعا في نفس الزنزانة. إذن هادو ليلتين للاستقبال بدون تعذيب، قولها بصراحة. بعد ذلك تم اقتيادنا بالدار البيضاء، إذن دونا من هنا للدار البيضاء. من قربنا للدار البيضاء توضعت العصابة على العينين، بحيث أنهم ما يمكن لناش نعرفوا نهائيا فين غاديين. درب مولاي الشريف بقينا فيه 6 شهور، 6 شهور اللي عانينا فيها مختلف أشكال التعذيب الجسدي والنفسي. ما نذكر لكمش التعذيب الجسدي لأنه شهادات كانت كثيرة في هذا الباب، لكن فقط بغيت نأكد على أنه بالنسبة لنا احنا كنساء كان عندنا النصيب ديالنا كلنا من الضرب والطرش، لكن سأتذكر دائما التعذيب اللي تعرضت له الأخت لطيفة الجبابتي، بحيث أنه علقوها واستمروا في الضرب إلى أن أغمي عليها ومدة وهي ما كتقدرش تزيد. كذلك الأخت خديجة البخاري تعرضت للتعذيب بالكهرباء. هذه أمثلة. بالنسبة لي أنا كان التعذيب النفسي أقوى بكثير. التعذيب النفسي اللي تذكر في شهادات سابقة وغنعطي بعض الأوجه منه، تصوروا أن الإنسان البند على عينيه ليل نهار مدة 6 شهور، الكلام ممنوع ليل نهار، ومن كنقول ليل نهار يعني أنه كانت الحراسة 24 ساعة على 24 ساعة. إحنا الفتيات آنذاك كنا في كولوار ممر اللي كيدوز منه اللي جاي من التحقيق مضروب ودمية سيلة واللي غاديين به للتحقيق، إحنا كنا في الكولوار.
الاولاد كانوا في بيوت وكانوا الحراس دايرين الكراسه وجالسين حاضرين ليل نهار كيتناوبوا علينا. اذا الكلام ممنوع والحركه ممنوعه، ما يمكن ليناش النوضو، جالسين تما كيمكن لينا النوضو في حالتين فقط، للذهاب الى التحقيق او للمرحاض. وبالنسبه للمرحاض كيخصنا نطلبوا الاذن من الحارس ولا هو واسع النظر، وكذا من مره انه كيقول لك لا ماشي دابا، وهذا وجه من اوجه التعذيب النفسي. اذا هذا بشكل عام، يعني باختصار شديد جدا، يعني كان الجو ديال الرعب كيف ما قال كتسمع غير الغوات وهذا جايبينه وهذا غاديين به. بالنسبه لنا احنا كنساء كانت خصوصيه في التهذيب النفسي. هذه الخصوصيه يمكن في البدايه نذكر التهديد بالاغتصاب ولا انه ما كانش، لكن التهديد في حد ذاته كان كيعيشنا في رعب دائما خايفين. بالاضافه لهذا تصوروا معي انه كيعتقلوا نساء وكيحتجزوهم لمدات طويله، بالنسبه لنا احنا 6 اشهر، دون توفير ادنى شروط للمسائل اللي كتحتاجها المراه، واخص بالذكر مثلا العاده الشهريه. ثانيا ما كاين حتى امراه بوليسيه اللي يمكن نقولوا لها حاجياتنا كنساء، خصوصيه ما بغيناهاش نقولوها للراجل. تنعسوا امام الرجال، كلهم رجال، حركاتنا مراقبه من طرف الرجال 24 ساعه على 24 ساعه. كنت هذه اكبر اهانه انا بالنسبه لي، مستني اكثر من كل شيء. بعد 6 اشهر جاء خبر الانتقال الى السجن، وما نقدرش نوصف لكم الفرحه ديالنا. تصوروا انسان ملي كيجي خبر انه غادي للحبس كيفرح، علاش؟ لانه كانت فرحه الخروج من جحيم دار مولاي الشريف. اول حاجه داروا لنا هو مشينا لقاضي التحقيق الابتدائي في محكمه الدار البيضاء، طلع لنا التهم المنسوبه الينا. بالنسبه لي انا شخصيا كانت مفاجاه كبيره. اش كيقول لي قاضي التحقيق؟ واحد التهم كبير عليا بزاف، اطاحه بالنظام، المس بامن الدوله. كيفاش الانشطه داخل الحركه الطلابيه وكان واضح لهم على انه من اجل المطالبه باسترجاع الاتحاد الوطني طلبه المغرب، لبسوها تهم اللي هي اكبر منها وما عندها بها حتى شي علاقه. من بعد داكشي داونا لسجن غبيله، كانت الظروف جد مزريه. بالنسبه للسجن غبيله، الا كنا عند البوليس كانوا دايرين لنا ديليدكو فراش ديال العسكر، بالنسبه للغبينه كان النوم على الارض. عطاونا داك الاغطيه ديال العسكر كيسموها الكشات، رهيفه تقريبا ما كتحمي والو، هي علاش كنا كننسو. هذا من ناحيه، لكن من ناحيه اخرى اللي كانت اخطر هو انه كانت عزله فيما بيننا، بحيث انه ماريا الزويني، خديجه البخاري وانا كنا في زنزانه، ولطيفه الجبابدي وفاطمه بيه كانت في زنزانه، وكان ممنوع بصفه نهائيه ان نتلاقاو مع بعضنا. الزنازين كانت جد مظلمه وصغيره جدا، يعني ملي كنتمدو كيوصلوا رجلينا للمرحاض. اخطر من هذا كانت عزله على العالم الخارجي، بحيث انه زياره العائلات كانت ممنوعه، عائلات اللي عانت الكثير في البحث علينا. زياره المحامين ممنوعه، المراسلات ممنوعه، حنا كنا في سجن، اذا كان خرق سافر لقانون السجون في الوقت اللي كنا في غبيله. قضينا قرابه شهر في غبيله، ثم تم النقل ديالنا الى سجن مكناس. اعتذر، نبغي نذكر واحد المساله في غبيله اساسيه، هو ان المجيء ديالنا لسجن غبيله صادف الاستشهاد ديال سعيده المنبهي، وكان الوقع ديال الخبر كبير علينا، بحيث انه كانت صدمه ضافت للصدمات السابقه. كذلك لاحظنا على انه هذا التاثير كان كذلك على الحارسات وعلى معتقلات الحق العام، بحيث انه تبين لنا ان سعيده المنبهي كانت عندها سمعه جد طيبه. بقات من ذاك الوقت سعيده رمز بالنسبه لنا، وكنا كنحيوا الذكرى ديالها كل سنه داخل السجن. ومدينه مراكش كتعرف
كل سنة إحياء الذكرى ديال سعيدة المنبهي إلى حد الآن. هذه الوضعية أدت بنا أننا نقوم بعدة إضرابات من أجل الاحتجاج على هذه الوضعية ومطالبة بتحسين أوضاعنا كانت بدون نتيجة، الشيء اللي دفعنا أننا في النهاية نقرروا الدخول في إضراب لا محدود عن الطاعب. دخلنا في هذا الإضراب لا محدود، وإذا الطلب ديالنا كان تحسين الأوضاع داخل السجن بما فيها التطبيب، الزيارة العائلات، الزيارة ما بين المباشرة ما بين الأزواج، ما بين المعتقلين، ما بين أفراد العائلة داخل نفس المجموعة إلى آخره. ثم طلبنا كذلك السماح بالدراسة لأن كان عدد كبير فينا طلبة. إحنا مثلا الفتيات كنا 5 ديال الطالبات وتلميذة. طالبنا أن تسمح لنا بمتابعة الدراسة، يعني أنه تسمح لنا باجتياز الامتحان فقط. الإضراب تم 21 يوم وكان سيودي بحياة البعض منا، بحيث أنه تم النقل ديالهم للمستشفى. وقفنا الإضراب الوقت اللي تبين لنا أنه كاين جزء مهم من المطالب تم تحقيقها، وفعلا تم تحسين أوضاعنا بحيث شوية الأكل ده، الزيارات تم تبديدها نسبيا، تفتحت الزيارات المباشرة ما بين أفراد نفس المجموعة إلى آخره، وتم السماح لنا باجتياز الامتحان. بعد 3 سنوات في هاد الظروف، يعني كاين 6 شهور في درب مولاي الشريف والمتبقي في السجن مكناس، قررنا أننا ندخلوا في إضراب لا محدود عن الطعام. وفي هاد الوقت في هاد الحالة كان عندنا مطلب واحد، المحاكمة أو إطلاق السراح، لأن كنا في وضعية لا قانونية. لا يعقل، وبحال الشيء اللي تذكر حاليا، هو انه يبقاو مخلينا في السجن 3 سنوات بدون ما القضاء يقول كلمته فينا. اذا دخلنا في الاضراب لا محدود عن الطعام، وكان الضغط الخارجي لعب دور كبير، هو انه كان ضغط ديال العائلات من جهه، ثم ضغط المنظمات الحقوقيه الوطنيه خصوصا الدوليه. هذه المسائل كلها أدت لواحد النتيجة مهمة جدا، هو أنه تم إطلاق سراحنا لكن بالسراح المؤقت، وتم توزيعنا على عدة محاكم عبر المغرب. لكن الغريب في الأمر واللي كان بينسجلوا هنايا هو أنه في البداية التهم اللي تتلات علينا هي الإطاحة بالنظام والمس بأمن الدولة وشي حوايج أخرى ما قد عقل عليها. حولوا التهم من تهم جنائية إلى تهم جنحية بقدرة قادر. ما بقات شيء الإطاحة بالنظام، ولا تكوين جمعيات غير قانونية، ولا القذف شخص الملك، وهذه ليست من شيمنا أبدا ولن تكون. كنت سائل فيها، لأن بقيت كنسول منين جابوا ديك التهمة ديال القذف، قال لك راه شي كاسيطة ديال عبد الله زريقة فيها شي بيت شعري ما كذا ما كذا. وللإشارة أن الشاعر عبد الله زريقة كان ضمن المجموعة وقاس العديد من التعذيب من أجل القصائد ديالو. إذن تصوروا معي أنه انطلاقا من نفس الملف ديال الضابطة القضائية كان وضعوا هاد التهم، ثم كيمكن نبدلوهم ديروها تهم أخرى. هذا أكبر دليل على أن التهم في حد ذاتها مبنياش على مسائل اللي هي حقيقية، ثم دليل كبير على عدم استقلال القضاء. أتمنى أن لا يتكرر هذا. في الأخير أعتبر أنه ما كنا نناضل من أجله تحقق منه جزء هام باش نكونوا واقعيين، لكن الطريق لا زال طويل. ثم من جهة أخرى، إن تقديمي لهذه الشهادة الشيء اللي كانت وخا منه هو المساهمة في الكشف عن انتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان اللي عرفها المغرب، والهدف هو وضع آليات من أجل أن لا يتكرر هذا. الهدف هو تأسيس لبناء مغرب بدون انتهاكات تمتع فيه لا المرأة ولا الرجل بجميع حقوقهما المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، بحيث أنه كنشوفوا الآن فعلا أن المغرب شرع بشكل جدي في مصالحة مع الذات. هذا إيجابي جدا، لكن اللي كنبغي نشير ليه هو ان هذه المصالحه ما كيخصهاش تقتصر على الجانب السياسي، لابد ان تشمل الا بغيناها تكون نيت مصالحه فعليه وتؤدي النتائج وما يكونش رجوع للوراء، انه تكون مصالحه
اقتصادية ومصالحة اجتماعية وثقافية. وشكرا. شكرا للسيدة وداد البواب. والآن توقف قصير جدا لتغيير الشهود، وشكرا.